السلام عليكم. امرأة حرمت من الإنجاب لسنوات، ولكن ما حدث بعد ذلك صدم العالم كله. تعاني الكثير من السيدات على مستوى العالم من عدم القدرة على الإنجاب، حيث تقومن بالذهاب إلى الأطباء والمستشفيات وتقوم بعمل عمليات كثيرة، وذلك لتستطيع فقط أن تنجب. وبالفعل هناك من تستطيع وتنجح في الإنجاب، وهناك من لم يريد الله لها أن تنجب. ولكن هذا الحدث سوف يصيبك بالدهشة، وسوف تكون رسالة أمل لكل سيدة فقدت الأمل في الإنجاب، حيث أن قدرة الله تتجلى في مخلوق لتكون موعظة لعباده وتذكرة. وفي واحدة من أغرب حالات الولادة التي شاهدها الطب، وضعت سيدة هندية 11 طفلا وسط دهشة طاقم الأطباء والممرضين في المستشفى، والذين قاموا بعمليات الولادة لهذه السيدة، والتي حطمت بذلك الرقم القياسي لموسوعة جينيس، كما أنها حولت المستشفى لمزار سياحي للعاملين بالمستشفى والممرضين لرؤية هذه الحالة النادرة، حيث انتشرت على مواقع الانترنت صور لأطفال كثيرين يقولون أنهم توائم، حيث أن هذه السيدة كانت تعاني من عدم القدرة على الإنجاب إلى درجة أنها كانت فاقدة الأمل، ولكن أراد الله أن تنجب فقامت بإنجاب 11 طفل في مرة واحدة، حيث نشرت الصحف العالمية والجرائد أيضا وكتبت عن هذه السيدة تحت شعار السيدة الهندية التي أنجبت فريق كرة قدم. إذا أعجبكم هذا الفيديو شاركوه مع من تحبون، ولا تنسى أن تضع إعجاب للفيديو وتشترك في القناة.